بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضرتنا فيما يخص الراوتينج بروتوكول، وكان وصلنا إلى الريب، كان وصلنا إلى هذا السلايد. فإكزامبل على تطبيق الريب بروتوكول، مثل ما نشوف عندنا هذه الشبكة بها أربعة راوترات، راوتر 1 وراوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 4، ونشوف أنه كل راوتر يربط 2 different network. يعني على سبيل المثال R1 يربط 30.10.0.0 و 30.11.0.0، والR4 يربط أيضا 2 different network. فإذا هذه وظيفة الراوتر، مثل ما نعرف أنه يربط different network, different IP address, IP address مختلفة مثل ما نشوف. وهذه أمامكم هي تمثل لي جدول الراوتينج تيبل لكل راوتر من الراوترات. لو جينا على راوتر نمبر 1 راح نشوف انه راوتر نمبر 1 عنده destination، عنده hop، عنده next. next يقصد بها next hop، يعني ال next hop اللي راح او ال gateway لهذا الراوتر. راوتر نمبر 1 نشوف عنده 2 نتورك، 130.10.0.2، هاي 130.10.0.2، وعنده 130.11.0.2، وهون عنده 130.11.0.0. طبعا مثل ما نشوف هذا الاي بي ادريس هو يعني طبعا هوست اي بي ادريس، لانه بينه 2 ليس 0، لانه النتورك اي بي ادريس دائما يكون بينه يعني زيرو، هذا دائما يكون عندنا زيرو، اخر بايت على جهة اليمين من يكون زيرو، هذا بمعنى انه هذا نتورك اي بي ادريس اذا ما كان عندنا سبنتنج. اذا بالجدول بالراوتينج تيبل، مثل ما نشوف الراوتر نمبر 1 التيبل مالتهم، يتم خزن النتورك اي بي ادريس 130.10.0.0 130.11.0.0، وما يخزن الهوست ادريس. هذا الهوست ادريس يا شباب، هذا ال 130.10.0.2 هو هذا الاي بي ادريس مال هذا الانترفيس، وال 130.11.0.2 هو هذا الاي بي ادريس مال هذا ايش مال هذا مال هذا الاي بي مال هذا الاي بي ادريس 130.11.0.2 مال هذا ايش الاي بي ادريس. بنفس الوقت عندنا النتورك اللي 195.240، هاي 195.240، هاي النتورك اش نشوف انه النمبر اوف هوب 2، يعني حتى نصل الى هذه النتورك احتاج تو هوب. هاي الهوب نمبر 1، هذه الاولى الراوتر نمبر 1، وهذا الراوتر نمبر 2. اذا هذه الهوب يحتاج الى تو هوب. زين، لو يحتاج تو هوب منو النتورك اللي راح تواجهه النكست اي بي ادريس، يعني هذا الراوتر منو، يعني يوم راح يعمل فورورد المقابله اي ما هو الاي بي ادريس اللي مقابله او الجيت واي اللي هو المقابله او النكست لهذا الراوتر نمبر 1 هو اي هذا الانترفيس. هذا الراوتر نمبر 1، هذا الراوتر نمبر 1 عايشوف اي هذا الانترفيس اللي هو 130.10 130.10.0.1، هذا الاي بي ادريس. تمام، ما نشوف هذا الاي بي ادريس 130.10.0.2، لانه هذا ال 130.10.0.2 هذا الاي بي ادريس اللي هو داخل هذا الراوتر. اذا كانما نحن يعني موجودين على هذا الراوتر وننظر الى المقابلنا الى النكست، ايش راح يجينا؟ راح يجينا هذا الانترفيس مال راوتر نمبر 2 اللي هو 130.10.0.2. فاذا هذا هو 10 130.10.0.2. وبنفس الوقت انا اذا اريد اصل الى هذه النتورك 195.20.250، تمام، اللي هي هذه 195.20.250، ايضا احتاج تو هوب، لانه هذا الراوتر وهذا الراوتر، وايضا النكست هوب مالتي راح تكون 130.10.0.1. يعني هذا الراوتر حتى يعمل فورورد للباكيت حتى تصل الى هذه النتورك، يفترض ان الباكيت يسري بالشكل هذا، فراح يمر بهذا الانترفيس. هذا الانترفيس هو اللي هو النكست حتى يصل الى هذه النتورك وحتى يصل الى هذه النتورك. نفس الكلام
على النتورك اللي هي 195.26 اللي هي هاي 195.26.0. ايضا عندنا هنا راح يصير عندنا 3 هوب. ليش؟ لانه هذا راوتر هذا راوتر هذا راوتر ثلاث راوترات، فاذا ازداد نمبر اوف هوب ثلاث راوترات، ولكن بقى النكست هوب مالتي هي 130.10.01 130.10.01. لو جينا الى جهة اليمين عندنا كم نتورك؟ عندنا 2 نتورك 205.5.6.0 و205.5.5.0، هذه الاثنيناتهم. حتى اصل الى هاي النتورك او الى هاي النتورك احتاج الى 2 هوب، هوب هذا الراوتر وهذا الراوتر. ما هي النكست هوب حتى اصل الى هذه الراوتر الى هذه النتورك او الى هذه النتورك ال 205.5.6 و205.5.5؟ راح اصل الى النتورك هاي عن طريق اي هذا الانترفيس، هذا الانترفيس اللي هو 130.11.01 هذا النكست هوب. اذا هذا الراوتر يوم راح يعمل فورورد للباكيتات الى هذه او هذه راح يمر الباكيت بهالمكان ويدخل الى هذا الانترفيس اللي هو 130.11.01 ويذهب الى اليمين او الى اليسار، فهذا هو الراوتينج تيبل. نفس الكلام يا شباب فيما يخص الراوتر رقم 4 والراوتر رقم 2 والراوتر رقم 3. فما راح اعيد هذا الشرح لانه افتهمتم انتم راوتر نمبر 1، ممكن ان اعيد نفس الكلام على باقي الراوترات. تمام؟ فانت براوتر نمبر 4 تقول حتى تصل الى هذه النتورك 130.10.0 ما هي النكست هوب مالتي؟ النكست هوب 130.11.02. خلينا نشوف 130.10.0 حتى اصل انا بهذا الراوتر رقم 4 حتى اصل الى هذه الشبكه لازم امر بهذا الانترفيس اللي هو 130.11.02 130.11.02. زين كم راوتر لازم اعبر حتى اصل الى هذه المكان؟ راوتر 4 وراوتر ايش رقم 1. هذه هي النكست هوب. طبعا هاي النكست هوب تنحسب على انه انت بهذه النتورك. طبعا هذا ايش تعتبر؟ هذه نتورك. هذا تخيلوا يا شباب هو عباره عن سويتش، يعني كل لون من هذا الاسود هو عباره عن سويتش مربوط عليه مجموعه من الحاسبات الاي بيات مالتهم 205.5.6.2 5.6.3 5.6.4 وهكذا. فاذا الراوتر هذا رقم 4 حتى يوجه الداتا الى هذه الشبكه على اي انترفيس النكست هوب مالته؟ النكست هوب مالته هو اي هذا الانترفيس، ونفس الكلام على بقيه الفيجرات. حقيقه اللينك ستيتس راوتينج بروتوكول هاز ا ديفرنت فيسولوجي. يعني واحد منكم يسال احتمال يقول لي زين سأدشن هذا بالامتحان، يعني انا ممكن اجيب لك يعني دائره تشبه هاي الدائره واقول لك املي لي الراوتينج تيبل، املي الراوتينج تيبل. زين استاذ كيف راح نملي الراوتينج تيبل؟ يعني راح اول تحسب شيء كم نتورك عندك. واحد النتورك هي اللون الاحمر، 1 2 3 4 5 6 7. اذا لازم عندك هون ايضا 7، 1 2 3 4 5 6 7. اذا لازم عندك 7 نتوركس في كل راوتر، في كل راوتينج تيبل لكل راوتر. والهوب هي عدد الراوترات اللي حتى نصلها، والنكست هوب مثل ما قلنا هو هذا الانترفيس. اللينك ستيتس راوتينج بروتوكول اللي هو مثال عليه مثل ما حكينا اللي هو كان الاوبن شورت باث فيرست والانترميديت سيستم تو انترميديت سيستم. هاي الامثله مال لينك ستيتس راوتينج هاز ا ديفرنت فيلوسوجي فروم ذات ذا ديستنس فيكتور راوتينج بروتوكول. اكو اختلاف بين الراوتينج بروتوكول فيما يخص اللينك ستيتس وفيما يخص الديستنس فيكتور. باللينك ستيتس راوتينج عندنا if each node in the domain has the entire topology of the domain the list of node and links، يعني هاي راح تكون موجودة عنده بالدومين، how they are connected including the type اللي هي نوع الكونكشن fast ethernet serial fiber optic wireless، وعندنا ايضا شيء اسمه الكوست اللي هو يمثل لي المتريك، وعندنا the condition of the link هو اما يكون up or down، و the node can use the Dijkstra algorithm to build a routing table. فإذا باللينك ستيتس هناك Dijkstra algorithm to build a routing table، عندنا cost، وعندنا باللينك ستيتس راوتينج كل نود إذا كانت موجودة ضمن الدومين مال entire topology مال ضمن الشبكة راح تحتوي على
list of node and links، راح تحتوي على كل النودات الموجودة بالشبكة، يعني كل الراوترات ومع اللينكس اللي تربط بيناتهم. اوكي، وايضا يبين لي نوع الكونكشن، وايضا يبين لي الكوست اللي هو المترك المستخدمه باللينك ستيتس. الكوست هي المترك باللينك ستيتس، بالديستنس فيكتور مثل ما كنا نشوف النمبر اوف هوب، الباندويث، الديلي، اللود، وهكذا. لو جينا على هذه الشبكه حتى نفهم مفهوم اللينك ستيتس راوتينج بروتوكول، عندنا هذه الراوترات الاي بي والبي والسي، نفس المثال السابق عندنا هاي كل لينك عن المترك مالتهم. فيوم يكون عندي كيف راح يكون عندي راوتينج، الراوتينج تيبل كل راوتر راح يعتبر نفسه انه هو الروت، هو الاساس، وكيف ينظر يعني مثل الراوتر اي كيف ينظر الى السيستم. الراوتر اي ينظر الى السيستم بالشكل التالي مثل ما نشوف امامنا، يشوف انه الراوتر اي هو مربوط مباشرة الى راوتر دي وسي وبي، وما ما مربوط الى راوتر اي، يعني اكو يعني لازم يصلوا عن طريق باث مختلف. وايضا السي يعني يشوف انه هو مربوط دايركت الى الاي والى البي والى السي، ولكن ليس مربوط الى الدي. فهاي النظرة انه سيستم سين باي اي، يعني كل واحد من يوم الراوتر يبني الجدول مالتهم هو يفرض انه هو الروت، هو الاساس، هو الجذر، ويتفرع منه الى باقي الراوترات. فيبني الجدول مالته ويعمل ابديت لهذا الجدول، ويعمل يعني بعد ما يبنيه العفو يعمل برودكاست للراوتينج تيبل مالته حتى يبعثه الى كل الراوترات الموجوده بالشبكه، حتى بعدين ايش ممكن يصير تبادل للمعلومات يعني اثناء تغير الايش تغير الشبكه مالنا. فالاوبن شورت باث فيرست مثال على هذا الشيء، عندنا هاي التوبولوجي مثل ما تشوفوها، وبها مثل ما تشوفون لوب، اكو اكثر من لوب، عندنا هاي السبع راوترات، وعندنا هاي اللينك المربوطه، وكل لينك ايش هو بينه مترك معينه. فهاي التوبولوجي الاصليه راح تكون يعني راح نشوف انه كيف راح تصير. في حالة الانيشياليزيشن راح نشوف انه الراوتر اي هنا يفترض نفسه انه هو الروت، الراوتر اي يفترض نفسه انه هو الروت. فيوم يفترض نفسه انه الروت راح يقول انا دايركت كونكت الى البي والى الدي، فيبعث مسج الى البي ويبعث مسج الى الدي لان هو دايركت كونكت. والمترك او الكوست من الاي الى الاي هي صفر، الكوست من الاي الى البي هي اثنين، الكوست من الاي الى الدي هي ثلاثة. هذه الاشياء تعطى بالسؤال، يعني تعطى الفيجر يعطى بالسؤال بشكل كامل. ولكن الاي حتى يصل الى الاي او السي او الاف او الجي هو حالة الايش مثل ما عرفنا انفينيتي، يعني هاي ما يخص الانيشاليزيشن. فاذا هاي الشغلة. بعدين الايتريشن نمبر 1 يريد الراوتر اي يعرف او كيف يصل الى السي والى الاي. طبعا هاي الالوان مثل ما تشوفونه امامكم، اللون الاسود هو الروت نود، اللون القهوائي او البرتقالي نود ان ذا باث، واللون الابيض نود نوت ان ذا باث، وهذا هو يعطينا ايش الباث. اذا النود ان ذا باث اللي هي البي، يعني اوريدي البي والدي هي دايركت كونكت الى ايش الاي، ولكن الاي حتى يصل الى السي او حتى يصل الى الاي لازم يمر عن طريق الايش عن طريق البي، فيمر عن طريق البي. فاذا البي هي تعتبر نود ان ذا باث، فالبي يوصل المسج الى السي والى الاي. هاي الايتريشن نمبر 1. الايتريشن نمبر 2 يعني مثل ما نشوفون الايتريشن نمبر 1 انه كان فقط اسس اتصال بين الاي والبي، الايتريشن نمبر 2 اسس اتصال بين الاي والدي هذا الباث. والايتريشن نمبر 3 البي وصل الى الاي، فاذا هنالك طريق حاليا من الاي الى الاي، وقيمه الكوست مالته 8 0 2 6 8. اوكي، والايتريشن نمبر 4 انه وصلنا من البي الى السي، وكان الكوست ايضا 9. فاذا هو الايتريشن نمبر 5 عندنا الباث من البي من الاي الى الاف،
طبعا هون لازم مثل ما قلنا يقضي على اللوب الايتريشن نمبر 6 اللي هو وصل من الاف الى الجي. اذا عسى صار عندنا نتورك او الاي عرف ما هو الطريق او ما هو الباث او ما هو النيكست هوب وما هي قيمه الكوست اللي هي المتريك للوصول الى كل راوتر بالشبكه. احنا عندنا 7 راوترات. بما انه عندنا 7 راوترات فاذا يعني اقل شيء نحتاج الى 6 ايتريشن ونحتاج ايضا الى 6 لينكات 1 2 3 4 5 6. اذا نمبر اوف لينك يساوي لي نمبر اوف راوتر ماينس 1، نمبر اوف ايتريشن يساوي لي نمبر اوف راوتر ماينس 1 حتى نغطي كل الشبكه وايضا يعني نضمن انه ما يصير عندي لوب. وشغله اخرى نحاول نوجد شورت تيست باث. شورت تيست باث بالدايجكسترا الجوريثم الموجود بالاوبن شورت باث فيرست هو شغله انه يوجد اقصر طريق الشورت باث فيرست. يعني واحد منكم يقول استاذ ممكن اي بي سي اف، تمام هاي ممكن، ولكن اذا جينا قسنا المتريك راح نشوف حتى نصل الى الاف 2 7 8 17، بينما حتى نصل الى الاف من هذا الطريق 2 6 8 16. اذا 16 اقل من 17 مثل ما تعرفون وهكذا. اذا هذا الراوتينج تيبل فور نود اي. يوم النود اي راح نشوف انه النود اي كيف الراوتينج تيبل مالته. عندنا الكوست من الاي الكوست اللي هو صفر، نيكست راوتر ما عندنا. حتى نصل الى البي نحتاج الى 2 متريك 2 كوست، السي نحتاج 7، الدي نحتاج 3، ومثل ما نشوف البي والدي النكست راوتر ما عندنا نكست راوتر لانه دايركت كونكت دايركت كونكت. وحتى نصل الى الدي والاي والاف والجي هي ايش؟ عن طريق هذه القيم عن طريق الراوتر بي. اذا كل الباث هو عن طريق راوتر بي، كل الباث عن طريق راوتر بي. هذا فيما يخص الراوتر اي. نفس الكلام من ينعاد على انه لو كان السي هو الروت فالسي مع السي حتى يصلوا الى صفر نشوف انه السي مربوط الى 3 راوترات كدايركت كونكت اللي هي البي والجي والاف. والاف هذا الباث الاف حتى يوصل الى الاي عن طريق السي اي اف وهكذا. فالمطلوب من عندكم يعني بالامتحان انه اول شيء يكون يتوفر عندي least cost tree. least cost tree هذا شكل لايك ذا تري مثل الشجره، يعني هذا الروت تخيلوه وهاي الافرع وهاي الاغصان. بحيث انه من يقول عندي تري يعني انه ما عندي ايش؟ ما عندي لوب، ما عندي لوب بالنتورك. وافرض انه عندي روت وهكذا. Is a tree with a source router as the root, the spans the whole graph, visit all other nodes and in which the path between the root and any other node in the shortest. إذا كل راوتر راح يحاول يبني الجدول مالته باعتماد على least cost tree، تمام؟ وبعدين بعد ما يبني الجدول مالته يعمل update للجدول مالته ويوجهه إلى باقي الراوترات حتى باقي الراوترات تبني الجدول ايش؟ النهائي. فهذا مثل ما هنشوف حالة كل راوتر من الراوترات السبعة الموجودين عندنا. اذا مثل ما هنشوف الاي هاي الخريطة مالته، البي هذا الخريطة مالته، يعني البي يوم اللي يوجه الباكيتات يوم اللي تجي باكيت الى البي ويريد يوجهها الى الجي هاي الطريق مالته، تمام؟ وإذا جت باكيتات إلى الدي هذا الطريق مالته. فإذا هنالك هاي الطرق، كل راوتر صار عنده معرفة ما هي الطرق القصيرة لتوصيل الداتا. طبعا تنتبهون إلى الأسهم يا شباب، تنتبهون إلى الأسهم بشكل كامل، يعني الاتجاه اليمين أو اليسار، أوكي؟ يعني دائما هاي تكون كل هون بعد مثل ما تشوفون انه كانت الشبكه الاصليه تحتوي على اكثر من لوب، يعني 3 لوب تحتوي. فالاوبن شورت باث فيرست يقضي على اللوب ويوجد اقصر طريق بالاعتماد على المتريك حتى ايش؟ يبني الجدول مالته. اذا كل راوتر صار عنده صوره واضحه لما هي النود الموجوده في الشبكه، ما هي اللينكس الموجوده بالشبكه، ما هي النكست هوب اللي موجوده في الشبكه.
هاي ثلاث اشياء اللي يفترض انه يعرفها اللينك ستاتس، كم نود موجود، عدد نمبر اوف نود، اللينك الموجود، اللينك اوف بالتوبولوجي، وايضا حاله اللينك، ايضا طبعا ابلودان، وايضا لازم يعرف النكست هوب يعني الاي حتى يوصل الى الجي، النكست هوب مالته ايش راح تكون الاف، والمترك مالته 5، والمترك مالته 5 لان 2 زائد 3 5، والاي مع السي ايضا النكست هوب هو الاف والمترك مالته 8. اوكي هذه هي التوبولوجي الاصليه. بالنتيجة النهائية يعني هاي لو حكينا على الانيشاليزيشن الفيرست ديستنس فيكتور فور ان انترنت يعني يشبه الى حد ما نفس اللينك ستيتس الديستنس فيكتور العفو في بناء الجدول. يعني لو جينا على الاي يعني بسهولة نقول احنا مثل ما قلنا نرتب الاحرف من يعني حسب الاحرف الابجدية من الاي الى الجي او الى الزيت، شو باش عندنا راوترات، فالراوتر بي مربوط مباشرة هي رقم 2 الى الدي رقم 3، والراوتر اي هو الى نفسه هو 0 مثل ما عرفنا، ويبقى هاي اللون اصفر الى انفينيتي بعد ما يعرف كيف يصل الى السي والاي والاف والجي، وبنفس الكلام الى البي هذا الراوتر سي. هاي الانيشاليزيشن لكل راوتر. هذا طبعا الديستنس فيكتور، تمام، هذا الديستنس فيكتور مال اوبن شورت فيرست، يعني بس هي نفس الدائره، نفس الدائره هذه نفس التوبولوجي، مره طبقناها على الاوبن شورت فيرست ومره طبقناها على ايش على اللينك الديستنس فيكتور. فهذا الانيشاليزيشن وهذا ايش الديستنس فيكتور كورسبندنج تو ا تري، يعني اذا كان ايضا نعتبر كتري فراح نشوفه انه يكون بالشكل التالي. هذا الفاينل يعني ذاك كان هذا الجدول قبله البي انفينيتي كان انيشاليزيشن وهذا البين الفاينل. اذا الراوتر اي يعرف انه حتى يصل الى الجي يعني يحتاج مترك ايش يعني 9، يعني هذا المترك مالته، بس لازم اكيد يعني لازم يمر الى البي والبي الى الاي والاي الى الاف والاف الى الجي. هذا يعني للمحاضرة تقريبا انتهت. الأسئلة فيما يخص هذه المواضيع تجيك دائرة معينة مثل الشكل هذا أو أعقد وبها كافة المعلومات، أقول لك أعطيني الانيشاليزيشن وأعطيني الفاينل راوتينج تيبل اذا كان ديستنس فيكتور او اذا كان لينكس اذا كان لينكس ستاتس. هاي يعني المحاضره كانت فقط، ان شاء الله بعد العيد نبدا بمحاضرات جديده.